أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ولا يزال الذين كفروا حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم، فكيف كان عقاب؟ تي في قرآن، تي في قرآن.